شويه ديال سسبنس. فاش كنت في لبنان درت لي مفاجاه حيت هو اللي بقى كيحمس فيا بالنسبه للاصوات، دونك فكرت انني نفاجئ في الكواليس، كانت شي حاجه تكون زوينه بالنسبه لي. وفي نفس الوقت مشيت انا سمعت الاصوات واستمتعت بالتسجيل ديال الحلقه. هذه الانتقادات لابد منها. انا كنشوف ان الانتقاد سواء السلبي او الايجابي هو اللي كيخلي الواحد يزيد لقدام. عادي الانتقاد شي حاجه عاديه. كاينين شي ناس خدمتهم هي هذيك، ما عندهم ما يدير حيتهم غير انه ينتقد، دونك يحترموا. كنظن ان في الزوج خاص الحب يكون متبادل. الا كان شي طرف كيبغي الاخر اكثر دائما كيكون كتكون العلاقه ماشي متوازنه. ان شاء الله انا خدامه على لاليني ديالي. الهدف ديالي هو انني نطلع بالمنتوج المغربي، الناس تعرف ان حنايا عندنا بزاف ديال لي سورس طبيعيين اللي نقدروا نستافدوا بهم في بلادنا، ونخليو الناس يستافدوا بهم، وان شاء الله ان شاء الله خير. علاش لا ما دابا ما كنفكروش دابا بوغ لانستون، لانه خدمته كلها تما، ولكن ان شاء الله في المستقبل ممكن. دائما الحمد لله.